حرب الآباء بالوكالة. الأبوان الرئيس ترامب ونائب الرئيس السابق بايدن يورثان ابنيهما إرث الصراع على الرئاسة الأمريكية. أما ساحة المعركة فهي على الإنترنت وتحديداً على موقع تويتر، ويبدو أنها تصب حتى الآن لصالح ترامب بعد أن جاء هجوم هانتر بايدن على دونالد جونيور بنتائج عكسية وارتد على حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. رد دونالد جونيور على هانتر نفض الغبار عن الحقائق التي بذلت حملة بايدن جهدها لطمها بعيداً عن الإعلام خلال السباق إلى البيت الأبيض ولذر الرماد في عيون الناخب الأمريكي والمتعلقة إلى حد كبير بمزاعم فساد جو بايدن واستغلال نفوذه عندما هدد بوقف المساعدات عن أوكرانيا ما لم يتم فصل مدع في فساد يحقق في شركة الطاقة الأوكرانية المتعاقدة مع ابنه مرة وأخرى لمساعدة ابنه على إبرام صفقة بقيمة 1,500,000,000 دولار مع بنك الصين. لكن الجدل الدائر بشأن بايدن وابنه يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، ليشمل أيضاً اتهامات شخصية ومزاعم بالاعتداءات الجنسية. حملة ترامب ركزت في المقام الأول على المعاملات التجارية الأجنبية المشبوهة وعلى علاقات بايدن الأب والابن مع الصين في خضم انتشار كورونا، مركزة على أن منشأها كان في مقاطعة ووهان الصينية، استراتيجية يبدو أن الرئيس ترامب يعول عليها من خلال اتهام الصين وبشكل مستمر بالوقوف وراء انتشار الفيروس، بينما تحاول حملة بايدن يائسة الحد من الأضرار، مذكرة بأن الرئيس ترامب أشاد 15 مرة بالصين في وقت كانت جائحة كورونا تنتشر في جميع أنحاء العالم. مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، يد من سترفع على الحلبة منتصراً.